اليوم رح نحكي مين هي البنت المشهورة اللي تحرشت فيني بالشارع. خلينا نحكي عن الموضوع أكثر. أنا المقاومة ولكن أنا المقاومة. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. يا جماعة اسمع صاحبي، اخر فيديو نزل على القناة تقريبا 40 يوم يا جماعة، يعني انا سجلت الجيم ودخلت ولعبت وبنيت عضل وتركت الجيم وراح العضل وانصحت ولسه ما نزلت فيديو. انت عارف يعني 40 يوم؟ يعني لو في واحدة حملت قبل 40 يوم منها اللي بطنها بكون خشمه مكتمل كامل، يعني بشم امه شو بتطبخ. انت بتخيل انه تكون خشم كامل من العدم وانا لسه ما نزلت فيديو؟ بس يا جماعة العظيمة امسكي بالباب الحارة الجزء الثالث لما كانت قاعدة مع فريال، شو حكيت لها؟ لا تستعيري من الجارة والخضري براس الحارة. ما بعرف شو دخلها باللي بنحكي فيه بس حسيت انه لازم احكيه. بجد يا جماعه هالمره ال 40 يوم مش من فراغ ابدا. يعني يا جماعه كنت واقف مع اصحاب السوبر ماركت المظلومين. نعم مظلومين يا جماعه، لانه طول عمره السوبر ماركت مهتم فيك بس انت ما بتهتم فيه. يعني سامح مول طول عمره بعث لك مسج عرض 3000 فول بليره، عمرك رديت عليه وقلت له شكرا؟ حتى المغنيين، عمرك شفت مغني مغني اغنيه للسوبر ماركت؟ يعني مثلا عمرك شفت السلاوي بغني قدام الكل حنروح نشتري من السوبر ماركت؟ طبعا عمرك شفت الاخرس مغني اخر خريف اللي بهذا المكان حروح على السوبر ماركت اشتري باكيت دخان؟ بما انه ما عمره حدا بالعالم عمل اغنيه للسوبر ماركت بدي اكون اول واحد بالحياه بدي اعمل اغنيه للسوبر ماركت انا بحبه اسمه البيان. يو 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 شك بعمل الرابر؟ اوكي باين ماركت من حبك باين ماركت من حبك باين ماركت من حب من حب من حب من حب من حبك باين ماركت من حبك باين ماركت من حبك باين ماركت من حب من حب من حب. اوكي حط لي لبنة وحط سنيورة، حط لي سبتة وحط بندورة، تفضل حسابك حبي باي باي، بديش فاتورة، بدي رز وترك زيت، بدي رز ودجاج للبيت، انت احسن سوبر ماركت بس لو في زيك يا ريت. ليش ما حدا بغني للسوبر ماركت ولا حدا بحكي عنهم ولا حدا بشكرهم؟ رساله للسلاوي والاخرس، حبيبتك تقدر تعمل عرض 3000 فول بليره؟ طبعا لا. بتقدر تعمل عرض اشتري شوار رز واحصل على كيلو سكر مجانا؟ بس صاحب السوبر ماركت بيقدر، ليش ما حدا بحكي عنه وبشكره؟ انا كثير متضايق عليهم. بكل صراحه يا جماعه انا لي 40 يوم ساحب لاني كنت جدا حزين على اصحاب السوبر ماركت. بما اني كنت حزين وصلنا هذا الفيديو 100000 لايك. يا جماعه حطوا لايكات كثير وتعليقات قد ما تقدروا على هذا الفيديو، اني لي 40 يوم ساحب هذا الفيديو تقريبا ما راح يوصل لكثير ناس. فدعموه قد ما تقدروا، لايكات وكومنتات مش مشان اشي، مشان الله. اهلا وسهلا فيكم في عودة اقوى سلسلة قصص عربية على الاطلاق، قصص من الرجول. انت احمد سهل تكون يوتيوبر بس صعب تكون ابو هيكل. المهم يا جماعه بلشت القصه قبل 40 يوم لما نزلت اخر فيديو على هاي القناه. نزلت الفيديو ورحت نمت عند واحد صاحبي، يا جماعه ريحه جريب تقتل الاثنين مصاروي، الريحه بتطلع من جريب تدخل على الانف وتوصل للدماغ، بتسلم عليه وبتقعد. يا جماعه كانت ريحه جريب زهره تقول نقعهم طلجت مقلوبه. يا جماعه هذا لازم يغسل جريب ماء ورد وهاي بيكس وبعد هيك يقطعهم ويكبهم لانهم ما راح ينضف. لو تشم ريحه جريب مرتين ورا بعض بصير بدك غسيل معده. طول عمري ما بعرف انام من وجع اسناني، اول مره ما بعرف انام من ريحه، فكانت ثاني اسوء ليله بحياتي بعد الليله اللي طلع فيها كريستيانو من ريال مدريد. اللاعب الذي ذهب بدون وداع، طبعا بدون وداع، بالتالي الجماهير الملكية تردد قل لي لماذا اخترتني. ما صدقت يطلع الصبح، طلعت من عنده بدروع على البيت لقيت مرة كبيرة واقفة عندنا باب العمار بتأشر علي هيك من بعيد، قلت حلو هو اليوم مش راح يكمل. وصلت لعندها لقيت معها بلوزة بتعطيني اياها، قلت لها لا الخياط ابو محمود اخر الشهر. بعدها ما ادري البلوزة مش فاهم البسها وانزل على المباراة، مش فاهم شو اعمل فيها. ولا بتحكي لي بنت كثير بتحبك هاي بلوزتها وقع لها عليها. قلت لها يا حجي انا ابو هيكل مش ابراهيموفيتش، ليش قاعدة بتعاملين معاملة امبابي؟ هذول المشاهير الكبار على مستوى العالم، الناس تطلب منهم توقيع البلوز عشان البلوزة هاي تروح تنباع ب 10 مليون دولار. انا اذا بوقع لك على بلوزتها وتعرضيها للبيع بتجيب لك سيجارتين ولسه ابيض. يا حجي انا ابو هيكل مش ابو تريكه، يعني ايش الوحيد المادي اللي ممكن تستفيدي من توقيعي اني اوقع لك على شيك؟ احكي لي بنتي كثير بتحبك ومخذيتك قدوه بما فيك من ادب واخلاق واحترام للناس. قلت لها يا حجي شكلك مخربط، هذاك احمد الشقيري انا ابو هيكل. ولا بتحكي لي يا حبيبي يا ابني بدي اروح اجيب بنتي وتيجي تسلم عليك، اجبر بخاطرها كثير بتحبك. قلت لها ابشر يا حجي هيني قاعد باب بنايه بستناك. فتحت تيك توك قلت اتسلى قبل ما تيجي، اكيد بنتها ساكنه هون. اول فيديو طلع لي فيديو الي واحد ماخذه من قناتي من سلسله القصص ناشره على التيك توك، بس دامجوا مع فيديو واحد بغسل سجاد. انا مش فاهم شو الرابط المشترك بيني وبين غسيل السجاد الا اذا اني علبه هايبكس. نزلت انا ولقيت فيديو ثاني الي، بس هالمره دامجينه مع لعبه غريبه، ولد صغير بركض باخذ عملات ذهبيه وراه زلمه كبير بلحقه بده يمسكه. في تفسيرين بس لقيتهم لهي اللعبه، يا اما الزلمه الكبير تبع اولاد، يا اما الولد اللي بركض هو ابنه ماسكه بدخن. بس برضه مش فاهم شو الرابط المشترك بيني وبين لعبه ولد بلم عملات وفي زلمه بلحقه. يعني شو المصاري اللي بلمهم الولد مصاري واقعين مني؟ مش قادر افهم. وظليت اقلب واندمجت بالتيك توك، انا كيف عرفت انه الوقت قاعد بمشي؟ اذن مرتين وانا قاعد، الشمس بلشت تغيب، الصيف راح وجا الشتاء، انا كبرت شعري طول شخصيتي تغيرت. بعد مده من الزمن اجت المره معاها بنتها،
بقول انت وين ساكنه يا حدود ليبيا؟ اجت ولا بتحكي لبنتها سلمي عليه؟ فانا سلمت عليها ولا بتحكي لها حضني؟ فانا قلت اوكي ولا بتحكي لها بوسي؟ فانا قلت لها خلص حجه شو رايك اطلعها معي على الغرفه؟ يعني لو كملت معها شوي ممكن تحكي لها ارقصي له. مال امك يا حجه والله لو رابحه عذريتها في باكيت الشمس ما بتعملي هيك. خلصت مع الام وبنتها طلعت على البيت لقيت الكهرباء مقطوعه. ليش قطعت ام الكهرباء؟ كلهم ثلاث سنين مش دافعه فيهم كهرباء، صرتوا قاطعينها؟ جد لكم ما بتستحملوا مزح. بدي اتوقع جارنا اشوف في عنده كهرباء ولا لا عشان اعرف قاطعينها علي ولا على الكل وراح ترجع. طقيت على الجار ولا بقول مين هذا الوقت اللي بطق علي؟ راح وقت اخر مره سمعت هاي الكلمه مسلسل زير سالم. يعني هاي الكلمه ما لها غير ثلاث تفسيرات، يا انك عايش بالقرن الثامن قبل الميلاد يعني على توقيتك ضايل نص ساعه وبهاجر الرسول من مكه الى المدينه، يا انك جاي جديد عنا وكنت ساكن بيثرب، يا انك تقرط بحرف الراء وقصدك ورد. احكي امر امير الامراء شو؟ اذا انك كنت بتقرط بحرف الراء فيلعن شغفك يا زلمه. قاعد يسبسب مسبات باللغه العربيه مش فاهمها، حاس حالي سهران مع جماعه قريش. تعبت حالي وقلت يلا على شركه الكهرباء نرجع الكهرباء. وصلت هناك لقيت في حارس امن على باب شركه الكهرباء. ليش في حارس امن على باب شركه الكهرباء؟ شو ممكن تسرق من شركه الكهرباء؟ يعني انت بتوقع انه ممكن يصير هيك؟ ارفعوا ايديكم كلكم، انا جاي اسرق شركه الكهرباء. البر على الشرطه ام رقاصه ماشي؟ انت مدير الفرع حط كل الفياس الكهرباء اللي عندك بالكيس بسرعه. ليش يعني نطلب الشرطه بنطلب اثنين كهربجيه؟ ليش في حارس امن شوف ايش ينسرق بشكل الكهرباء؟ يعني مش احط اثنين كيلو كهرباء بكيس واروح على البيت؟ بعدين حارس امن عمره 96 سنه مين ناسي على الشاحن؟ هاي ثاني اكثر وظيفه ما لها داعي بالاردن بعد استاذ الرياضه. ليش كان في عنا بالمدرسه استاذ رياضه واحنا ساحه نلعب فيها ما عندنا؟ يعني بحس الرياضه كان عندنا بس خيارين، يا يعني نلعب غرفه المدير يا يعني نلعب فوق على السطوح بين الخزانات. بس للامانه مرات كان يعملني اختبارات، مين اسرع واحد بروح بشيل باكيت دخان؟ جيب ادخل ولا حارس الامن بقول لا ممنوع تدخل بالشرطه. يا حاج صلي على النبي ضيلك ساعه على ربع بتودع الملاعب، ضيلك ست سنين وبتفلل شحن، يا حاج انا قاعد بطلب اني ادخل مش قاعد بطلب بنتك، ان شاء الله لابس بدلة سبايدر مان، انا بدي ادخل مالك؟ طلع علي هيك ولا بقول لي وليش لابس سنسال؟ شو يا حاج بدك تعيد تربيتي يا زلمه دخلني ارجع امها الكهرباء، دخلت يا جماعه فش ولا حدا بشركة الكهرباء غيري، رحت على الموظف اللي بقول لي لا لازم تاخذ دور، انا قلت له اه اسف ممكن اتعدى على حقوق غيري اللي مش موجودين اصلا، رحت اخذت ورقة دور قعدت شباك رقم 4 رحت عليه قلت له ليش لك 3 سنين مش دافع؟ قلت له انت مالك انت ابن صاحب الشركه. طلعت من شركه الكهرباء كان في عند صاحبي عرس، كان ضايل لعرسه ساعتين بالضبط، يعني يا دوب الحق اروح ازين السياره والبس واروح على العرس. رحت زينت السياره وطريقي على السوق بدي اشتري بدله. من الطريق يا جماعه لقيت مطب، لا حرام نحكي عنه مطب، هذا ثاني اعلى قمه بالعالم بعد ايفرست، يعني هذا لما تطلع عليه بتغير عليك الجو، قد ما هو كبير بظبط يكون مطب هوائي عادي، يعني انت بتبلش تطلع الظهر بعد المغرب بتخلصه. مسرع وبشرب قهوه مش مركز بالطريق بلعت المطب وقلبت السياره. ألف كلامك لما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم، كلامي دبش ومش موزون، لو بتحب حد والبال مجنون ما شفتهاش بحبي أمي فلا بالي. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية، سيارتي خضراء. أنا والسيارة قاعدة بتقلب، ترك كل شيء من إيدي وصفنت هيك، يعني شو أسوأ من هيك ممكن يصير مع اليوم؟ يعني السيارة قاعد تقلب وأنا صافن هيك، يعني ممكن يطلع يأجوج وماجوج يأكلوا في خالي، وممكن يصير معي أسوأ من هيك. اليوم أسوأ يوم بحياتي، الحمد لله ما صار فيه إشي، كنت حاط حزام الأمان ولا كان مزعة البلوزة، ضليت مع الدفاع المدني لآخر الليل آخر إشي خلصت النهار، وأنا كنت في قمة النرفز، رنيت على جوز أختي قلت له تعال خذني خلينا نروح نشرب قهوة بدي أروق اليوم مش طبيعي، رحنا دخلنا على بن العميد أنا بدي آخذ قهوة وأطلع ما بدي أقعد، لمحت هناك بنت من مشاهير السناب عندنا بالأردن، هاي البنت شو قصتها يا جماعة معي؟ قبل سنة تقريباً واحد صاحبي من رابرز الأردن كلكم بتعرفوه بس بديش أحكي اسمه، إجى علي بقول له أبو هيكل في قرابتي فتح محل كبير وبده إياك تعمل له إعلان لمحله، أنا قلت له اوكي. رحنا ثاني يوم انا وياه على الميتنج لقيت في كثير ناس غيري واللي جايبهم يا رقصات على التيك توك يا على السناب ابصر شو بيعملوا ناس مش صح. طلعت على اسعار اعلاناتهم 200 و300 ليره قلت هذا بس احكي له سعر اعلاني راح يغيب. فانا قمت بنص الميتنج قلت له يا عم انت زلمه محترم وانا بعتذر منك كثير بس انا ما بحط اسمي باعلانات مع هيك اسماء، انا كثير اسف السلام عليكم. يعني مش معقول اعمل اعلان مع وحده ترقص على التيك توك انا قبل اسبوعين منتقدها بفيديو ولا مع وحده على السناب محتواها كله هيك. هذا الحكي مرق عليه سنه يا جماعه كثير زمان. المهم لقيتها جوا محل القهوه اللي انا رايح اشتري منه وانا جوا في متابعين شافوني برا وبستنوني على الباب. طلعت برا لقيت كثير ناس بستنوني وبدي اتصور معاهم وكلها تضايقت لانه الناس صوروا معي وما حدش عبرها او يمكن الموضوع القديم ضايقها. المهم في كثير اشياء مضايقتها من طرف فانا قاعد بتصور مع الناس ولا بتحكي يا حرام كلمه يا مكونه من حرفين بس كلفتها كرامه. يا جماعه انا ذكرت كل اسماء دفتر العيله عندهم انا وصلت للجد الثامن. فتحت لها صوتي هيك بالشارع وانا في قمه النرفز انا عايش يوم سيء وجاي تحكي لامي يا اخر شيء ختمتها بزقه بنص وجهها. يا جماعه انا استغربت انه كل كميه السوائل هاي موجوده في امي جاي تحكي لامي يا بعد كل هذا اللي عشته بهذا اليوم. البنت من مشاهير السناب عسيره السناب ليش ما تضيفوني على السناب تبعي؟ ما بستعمله كثير بس هي سنابي. البنات ابعثوا لي استريكات، الشباب لا تبعثوا لي شيء فيش داعي اشوف بمزح. البنات لا تبعثوا لي استريكات انا خاطب بمزحش عادي ابعثوا لي. فكروني خلصت؟ لا ما خلصت يا جماعه، انا حامل امانه بتعرفوا الامانه ما بتحملها اربع خمس جبال مع بعض. في قرابتي الصغير فتح قناه يوتيوب وانا كنت قاعد معه ووعدته وعد شرف اني ادعمه. يا جماعه بدي احط لكم رابط فيديو له بالتعليقات. بالله عليكم يا جماعه تروحوا تدعموه وتكتبوا له كلام حلو.
تعلقوا له كثير تعليقات على الفيديو، اذا عجبكم محتوى يا عمي اشتركوا بقناته، ما عجبكم محتوى ادعموه بكلمه حلوه، انا وعدته اني ادعمه، هاي رابط الفيديو تبعه اول رابط في الديسكربشن، روحوا كلكم دعموه، بحبكم، بشوفكم الفيديو الجاي.